تفضل تفضل يا ابني تفضل. يا اهلا وسهلا بجوجو. يزيد فضلك واهلا وسهلا فيك عمو. ميرسي. بداية بس اسمح لي اعتذر منك، ملبك شوي عم بعتذر. اساسا مبين عليك انك ملبك، مبين. شوف يا ابني، انا حوفر عليك حكي. بنتي ميمي خبرتني شو جاي تعمل هون، قالت لي انك جاي تطلب ايدها. صحيح عمو، انا بحبها كثير لميمي، قديت تعرفت على بنات وحبيتهم ما بكذب عليك، بس خلص ميمي مقتنع فيها، هيدي اياها يعني. فبدي عيشها احلى عيشه اذا حضرتك وفقت يعني. انا ما عندي اي مشكل، بس ليك يا جوجو، انا عندي طلب صغير صغيطور منكم. انت مثل ما بتعرف بنتي ميمي غالي كتير كتير على قلبي طبعا. وعايشه معززه ومدلله عندي هون بالبيت، ببيت بيا يعني طبعا. كل شي بتمنيه منك انك تعيشها نفس العيشه وتكون مرتاحه من الناحيه الماديه. من هالناحيه ما تعتلها مامو، انا مطرب والحمد لله حفلتي مكسره الارض يعني، ومطلوب كتير يعني، اغانيه كتير حلوين والحمد لله العالم بحبوني، مدير الاعمال ما عم بيلحق، كتر خير من هالناحيه مستوره الحمد لله. ايه بعرف انك مطرب، بس هلا بسطني بخبريه انه مكسره الارض وهيك. وقالت لي اساسا ميمي، قالت لي انه هيدا مش اسمك الحقيقي جوجو. ايه فيا ريت انه هيدا الاسم الفني، يا ريت بتعرفنا على اسمك الحقيقي. ايه اكيد تكرم عينك، انا اسمي جاد. جاد خليفه، بغنجوني جوجو. جاد خليفة. عفوا شو الاسم؟ جاد خليفة. جاد خليفة؟ اي نعم. اني ابر طلع لبرا. عفوا؟ اني ابر طلع لبرا مثل ما عم اقول لك، بتوقف بتفطل بارضك وبتطلع لبرا. احترم حالك عمو، ليش عم تحكيني هيك؟ انت بتعرف اسم ميمي شو هو؟ شو؟ ميريام. جاد وميريام؟ اني ابر طلع لبرا. يا عمو عرفنا مين عم تحكي، عندي غنية مكسر الأرض، اسمع مطرب عظيم. جول فوتت الجول، جول فوتت الجول، حطيته فيه وعبيته. إن إبر طلع لبرا أحسن ما فوت وعبيك. نايس. الله يخليك بدي اعزمك. بس بعزمك بس مرسيدس، مرسيدس السوداء. اوكي هذه ايتام بتكون عندك. ثانك يو حبيبي. يا عم ماشي الحال. توني نزل مي. مي وين في مي؟ توني فقشت مي الراس. مي الراس؟ توني تاكسي روح على المستشفى. لا توني لشو التاكسي، توني لشو التاكسي. تاكسي عارف ضروري عليك التاكسي. بنروح بسيارتنا يا توني. دكتي حياتي روح سيارتنا. روح علي شوي يا توني، اذا خايفين تسوق انا بسوق عنك. دك لا مش قصة تسوق، روح ركزي معي. نفسي نفسي. اذا رحت بالسيارة على المستشفى باركينج 3 ايام صفيتها هونيك بيطلع لنا 300 دولار. اوكي بينما تاكسي روحة تاكسي رجعة. اوكي راس سعرها 30 دولار. عرفت علي؟ انا حسبها. روح علي. طب يلا بسرعة. تاكسي عم ينزل. من هو عم ينزل؟ اخي طول باله. طلع توني حبيبي جوا. قال لي توني تاكسي. ايش ايش تعال قربي. عملك 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 وقف وقف. كتير عم بيسألوا ليش هالمسلسلات كلها صارت قديمة وما بتحكي وقعنا الحالي. لأنه بكل بساطة وقعنا الحالي ما بينفع يكون لمسلسل. تخيلوا مثلا مسلسل الشقيقتان عم بيتصور بالحقبة اللي احنا عايشينها، ما بيزبط. خلونا نشوف مشهد من الحلقة الأولى من مسلسل الشقيقتان. ألو فريد، أنت وين كنت؟ أنا كل النهار عم جرب أتصل فيك. خير سوريا؟ حدا بيشي؟ نحن لازم نحكي، ضروري نحكي قبل ما تصير الخطبة. قولي شو في؟ لا لا فريد، هيدا الخطبة مش لازم تصير. شو في سوريا؟ قولي. أهلي هلأ وصلوا من المطار وبعد شوي رايحين لعندكم، في شي لازم نحكيه قبل ما نروح يعني؟ ما فيك، ما فيك تخطب ضحى، ما فيك. ليه ما فيه؟ لأنه ضحى ما بتحبك. ضحى مش إلك، كل نهار عم تبكي ما بدها إياك. بس أنا بحبها سوريا،
بحبها ورح خليها تحبني. بكرة بتشوفي رح تصير تعبدني كمان. بس أنا ما رح خلي الخطبة تصير أبدا. أنا بحبك فريد. مش رح أتحمل شوفك عم تخطب أختي أبدا. فهم؟ أما لو كان المسلسل عم بيحكي وقعنا الحالة فكان رح يكون على الشكل التالي. مشان هيك ما بقى تحلموا بمسلسل يحاكي وقعنا الحالة، لأنه بيطلع مسلسل صامت مش مفهوم منه شي من شي، لأنه وقعنا الحالة حالة ميؤوس منها على كل المستويات. بضميركم سمعوا هاي أنطون أنطون روتس شو شرفك سمع سمعين قول. تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في صيدا برئاسة القاضي جورج مزهير المرحومة تقلع عزار يوسف باسيل والمجهولة محل الإقامة والهوية الحضور إلى قلم المحكمة لاستلام نسخة عن أوراق اسمعوا نسخة عن أوراق الدعوة المقامة والجواب خلال شهرين من تاريخ كيف ايامك طمني كتر خير الله احرق ارضك شنو صار هي ماشي حالي بوصل طمني مرتاحه والله شغلوا اكل حبيبي انت وانت كيفك والله مش ماشي الحال هلا رايح اتدين مش ماشي الحال ابدا شو ما انا في فتره قعدت بالبيت بعد شوي طجت فكره براسي شو اتدين من البنك افتح محل خضره بتعرفني بحب الخضره وكذا اوكي الحركه كتير خفيفه صار لها سنتين ماشي يعني عيب واحد يحكي يعني بدي سكره عم بنكسف ها هول اللي باقيين لي ماشي مش ماشي الشغل يا خي الحركه خفيفه شو بدي اعمل ضبهم اسمع مني اوعى تسكر شيء قصتك هينه هينه كثير قصتك لا تسكر ولا تعمل شيء هينه شو هينه شو الحل عندك انا شو مريم كلينك ايه معي الكليب تبعك تحضره اه عليك حاضره الحل مريم كلينك تبعك شو دخلها مريم كلينك يا فيليب ركز خي ستيف ركز جاد هذا اللي عمل معه الكليب ايه له 6-7 سنين ببحش بداية وإجرائي ما حدا سامع فيه معلم طلع معه فيديو كليب دقيقة ونص طار لحقه وقفوا إذا فيك الله شو بك يا زلمة بكر بيه لحظة شوية أنا خضرجي محل خضرة شو دخلني شو خص وإذا خضرة جيب بنيان كلينك لعندك على المحل عمل لك فيديو كليب أنت وياها دقيقة وشوية دحية جنسية بدل الجول فوتت الجول
فول فوت الفول جزرة فوت الجزرة هيك قصص يعني بوسة بوسة عنده ضبطها يا أخي شليدي ولحق على شغل معلم خلص أيها باي الله معك عجبتك إيه؟ إيه يمكن يمشي شغلك يصير عندك مول كبرت المول إيه؟ كبرت المولوي طلب ضمان خروجه من عين الحلوة إلى الرقة أو إدلب. يعني شو يعني القوات بدهم يخصصوا الكهرباء مشان يحصنوا القطاع يعني هالمشكلة؟ كانوا عم يقترحوا شو عرفنا؟ طب لو خيم أنا عندي حل أحسن. أنت عندك حل لازمك الكهرباء؟ طبعاً. ليش أنت شو دخلك بهالقصص؟ هات أتحفنا يا أبو زيد الهلالي. يقبرني شو مشتقله أنا حياتي يقبرني جمالك وعينيك ما صدقت كيف زمتت قلت له راح أعمل شوبينج ليكي خلصت درس الأولاد يدرسهم هو شو ولادي وحدي حلوة وشخصيتها قوية لك برافو عليكي لك برافو عليكي يا حلو يا قمر بدي أعيش ما بجلبق لي لك يقبرني جمالك يقبرني جمالك تعرف ليش بحبك أحسب لك ترجع تعيد السؤال عمله معروف بتعرف ليش بحبك فرطت أنا ليش لأنه بنسى حالي إني مجوزة بنسى إنه عندي ولاد بنسى إنه عندي هموم بنسى إنه عندي مصايب بنسى عمري بنسى الدنيا كلها بس كون معك حبيبت قلبي هيدا مش كلام حبيبي هيدا الواقع أنت القمر بحد ذاته أنت ما بتشبه القمر أنت القمر بحد ذاته حياتي كيف بدي أقولك أنت أحلى شيء صار بحياتي شلحي لحظة بس يلا شو هادي؟ هيدي ما كان بتعطل الكاميرايات إذا كان فينا والله منك هيدي برافو عليك قد ما عم نسمع أخبار يمين شمال أهلك بلا فكرة قديش دفعتي حقها؟ مش أنا جوزي هديني إياها جمعة الماضي الزلم عارف شو عنده شلحه يا أصحابي وحبايب قلبي بدي أطرح عليكم مشكلة صغيرة وبدي أطلب منكم تساعدوني لإلى حل كل يوم أنا ورايح من بيتي على شغلي بتلاقى بطريقي بكذا حيوان ما عم بعرف لا شو نوعه ولا شو اسمه أنا هلأ رأى أعطيكم مواصفات هالحيوان بلكي منتساعد سوا اللي له اسم عندكم أول حيوان بس يكون في عجقة سير بيطلع خط تاني وخط تالت بسكر خط الطلعة وخط النزلة وصراحة ما عم بقدر أفهم ليش بيعمل هيك الحيوان فإذا بتريدوا اللي له اسم لهالحيوان الحيوان التاني بيكون ماشي بسيارته عم بيأكل ويشرب هو حر يصطفل بس ما عم بقدر أفهم ليش بس يخلص أكله وشرب بينقبر الحيوان بكب زبالته من شباك السيارة على الطريق يا حيوان مش ضروري يلي معود تعمله ببيتك تعمله على الطريق بين العالم فيا أصحابي خلونا نلاقي اسم كمان لهالحيوان أما الحيوان التالت يلي بتلاقى فيه كتير على طريقه هيدا في منه كتير بيكون ماشي فجأة بيكسر يمين بيرجع بيكسر شمال شوي بيسرع شو بيدعس فريم بنص الأوتوستراد بيكون رح يقتلنا شو بيكون عم يعمل؟ بيكون عم بيتحيوان على الواتساب يا حيوان إذا أنت حابب بتموت لا أجري ما ترجع بس مش ضروري تقتلنا معك يا أصحابي خلونا نلاقي كمان اسم لهالحيوان الحيوان الرابع أنا برأيي هيدا أقوى حيوان فيهم بيكون سايق والحيوان مرته قاعدة حده وحاط الطفل بحضنه ما بيتعدى عمره كم شهر يا حيوان فريم صغير ما رح أقول حادث فريم هيدا الطفل بيروح بودع هلأ إذا حيلفك الحظ وما عملت ولا حادث
بتكون أكيد بتكون عم بتربي طفل على الفوضى، وبكرة بيطلع حيوان مثلك إذا مش أكتر كمان. هيدا كمان يا أصحابي حيوان بدنا نلاقي له اسم، وبطريقكم إذا في مجال تلاقوا لي اسم لإلي أنا، لأنه هالحيوان اللي قدامكم امبارح كان عم يحكي على الموبايل هو عم بسوق السيارة. Thank you. طار الزرع معه. مش عم يتوفق ببذر طازة. شرطة أدولف؟ حاضر سيدنا. الكلينك بعد جوا؟ نعم سيدنا. صار من الساعة 11 الصبح هون. غصب عنا سيدنا، غصب عنا، شو بتعمل؟ ولو شو هالتأخير؟ لأنه المحققين كتار سيدنا. ما فهمت. كله بده يحقق، كل السلك والسرية بدها تحقق معه سيدنا. وبعد ما وصلوا لنتيجة لهلا؟ لا سيدنا. طيب شو الأسباب؟ ما قلت لك سيدنا لأنه المحققين كتار، وإذا حضرتك عبالك تحقق في نطرة بدك تنطر. لكن خليني فوت على التحقيق. ما هيدي أول نطرة. ليش في نطرة تانية؟ طبعاً عباب الحمام سيدنا. عباب الحمام؟ نعم. ليه؟ فهمك كفاية سيدنا، فهمك كفاية، وقفش غير حمام واحد بالمغفر. أشوف؟ بتخلص قبل واحد الصبح المعطرة. بقطع لك كارت سيدنا؟ ها؟ بقطع لك كارت؟ خليه نايم. كرم عينك؟ ولا لك ليتي. أشوف؟ المولوي طلب ضمان خروجه من عين الحلوة إلى الرقة أو إدلب. رح أطلب له المئات يبعث له سيارته ويوصل. قربت تنحل كلمتك مدى الحياة. لحظة شفت يا أنطون؟ ما رجع وقفه ولا مريم كلينك لحو؟ ها؟ لحو؟ أنت من أكل عليك وقفه ولا مريم كلينك؟ هلا شو هني بعت وراها ليوقفوها يا زلمة؟ كرمال شو بعت وراها؟ بصير تحكي أنت. بعت وراها ليعملوا معها ديل مشان الكليب التاني. ما فهمت. أبو فشخة حبيب القلب. أهلا أهلا بالتميم. أهلا من شو هيدا؟ شو شايفك عم تحضر اغراض؟ شو لوين رايي؟ بشرفك انا بلا سخافه بلش اسئله سخيفه تضيع لي وقت. اذا بتريد تعال اشتغل معي وخلصني. اشتغل معك؟ من شو بدي اشتغل معك؟ شو عم تحكي انت؟ مظاهره مطنطنه البلد كلها سوا. اوف محسوبك وراها ابو فشخه. عم نعمل مظاهره يا معلم، عم نطالب فيها باجراء الانتخابات النيابيه بموعدها. شو رايك؟ محسوبك محركه. شو ابو فشخه؟ ولي شو هيدا؟ حبيت ليه برافو عليك. ما كنت عارف انك مدافع عن الدستور والديمقراطيه. شو عم تحكي انت؟ ديمقراطيه؟ شو عم تحكي؟ مش عم بفهم اساسا شو عم تحكي. خلصت انت ضيعلي شو وقتي. لحظه شو ما عم تفهم؟ وعشو بدك الانتخابات تصير بوقتها اذا مش احتراما للمهل الدستوريه والديمقراطيه وحق الشعب بانتخاب ممثلينه وحقه بالانتخاب؟ يا تقبرني يا حبيبي، عم طالب انه تصير بوقتها لانها بتنشط العجل الاقتصادية بالبلد. شو عم تحكي انت ابو فشخة؟ مرورورو. وانت من انت صرت تفهم بالاقتصاد يا بزوانك؟ وشو اللي بينشط الحركة العجل الاقتصادية؟ شو عم تحكي انت؟ انت غشيم طروق وبدك ضلك غشيم، ما بدك تتطور. حبيبي انا بالانتخابات النيابية بقبض من كل مرشح بديرتي حق صوتي، وبوعد انه شو رح انتخبه. يعني اذا وعدتلي شي 10 مرشحين بعمل لي أقله بالشهر الواحد 5000 دولار. كون عم تتنشط الحركة الاقتصادية أو لا طروق؟ يلا طلع فضي علي فاتي. شو عم تحكي أنت؟ دخلك شريكي كي؟ وي شيري. تخليكي منيحة هيدي الحكيمة اللي عم تروحي لعندها؟
اي حكيمة؟ هيدي الحكيمة اللي عم تروحي لتعملي القصص تبعي اللي بتضعفي فيهم. وديو كيكي بسموها ديتاتيسيان، ديتاتيسيان حكيمة تضعيف، ديتاتيسيان. ديتاتيسيان؟ مو ديو كيكي عاطلة، عاطلة جدا، انسي موضوعها ما بتسوى. ليش؟ الحق عليها مش علي. حق عليها؟ غريب، مع انه كل العالم بيقولوا عنا اشطر وحده والعالم كلها بتنصح فيها. العالم بتنصح فيها، يعني بتنصح، انا بدي اضعف ما بدي انصح. مرة يا زلمة ما بحبها مرة انا. ايه اطيب شي مرة. مطلب سكر قولك؟ خفف سكر انت كمان. يلا ماشي خي شلي هالتليفون من ايدك عم نحكي كلمتين. لحظة شفتي يا انطون؟ ما رجع وقفه ولا مريم كلينك لحو. لحو انت من اكل عالك وقفه ولا مريم كلينك هلا شو هني بعتوا وراها ليوقفوها يا زلمة؟ كرمال شو بعتوا وراها؟ بصير تحكي انت. بعتوا وراها ليعملوا معها ديل مشان الكليب التاني. ما فهمت. هو الكليب الاول تبع الجول امتين سي اب امتين قبل اقرار الموازنه معلم انتهيوا العالم بالكليب ما حدا جاب سيره الموازنه هلا الكليب الثاني امتين بده سائب قبل اقرار قانون الانتخابي لحظه شوي انتهيوا العالم بالكليب ما حدا بجيب سيره القانون الانتخابي طول بالك علي لحظه شوي لحظه بفهم من حديثك انه مريم كلينك مع الدوله مريم كلينك والدوله مع الريال مع مين ريال لحظه شو خص الريال هلا انطون شو بيه شو خاص كيف شو خاص الريال وللقصة كلها الريال يا زلمة لحظة حبيبي تقبرني مش إذا أنت بتحب الريال بدك تحبب كل العالم بالريال بصير ضد برشلونة روح شوي لا أنت هلا فت على غير موجي روح أنت فت على غير موجي بيجي بصير برشلونة هلا روح يا خي مش هذا الريال عم بحكي عنه مريم كلينك مع الريال السعودي والقطري والكويتي هذا الريال والدولي كمان عرفت كيف هلا الاثنين هدفهم واحد شو شو فوتوا الجول فينا حسيت فيه هلا فهمت عليك لا ريال The absolute weight of the glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. If I hold it for a minute, nothing happens. If I hold it for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will feel numb and paralyzed. Well, the weight of the glass hasn't changed, but the longer I hold on to it, the heavier it becomes. The stresses and the worries of life are like this glass of water. If you think about them for a little while, there's no problem. Think about it for a little bit longer, it begins to hurt. You think about them all day long and you'll feel paralyzed, incapable of doing anything. Always remember, put the glass down.